هلو جايز، مساء الخير وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. واليوتيوب معكم محمد دييغو، واليوم عندنا فتح طلبية من موقع فورديل. الفيديو هذا متعاون، أغراض أنا محتاجها، أغراض أنا أبيها طلبتهم من عندهم. أعتقد أن الأغلب راح يستفيدون من هالفيديو، لأن الشغلات هذه ما نلقاها عندنا ببعض المتاجر، نضطرني أن نطلبها من بعض المواقع الصينية. وأنا أحب فورديل وايد، عندهم أغراض ألقاهم بسعر وايد حلو وكواليتي حلو. إذا قريت الديسكريبشن، لازم تقرون الوصف، عرفتوا؟ فإن شاء الله يعجبونكم. واللي داشين محبين الكولا والبيبسي، شوفوا هم في أشياء نار. خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، ادري ان انتم متعودين علي ان انا الطلبيات عندي صناديق كبيره، بس اوعدكم كملوا الفيديو راح يعجبكم شنو بالصندوق اللي اخترته. سو خلوني ابلش معاكم، ابطل طلبيه ونبلش. اول شغله عجبتني، بما ان انا حولت شريت الايربودز الجدد، فاحتاج غلافات نقدر نقول، ولا اغلفه، غلافات ولا اغلفه وغلافات. المهم ان احتاج كفرز حق الايربودز اللي عندي، سماعات الابل اللي موجودين، فعجبني هذا وايد حبيت. احس شي هذول، شو مع اني انا قاطعهم فترة الدايت، وانا افضل الكولا اكثر من البيبسي، احس الكولا ألذ، بس اثنيناتهم يعني not healthy at all. فحبيته، بس باللبس وشي احس حلوين، بلايزي على كولا، اشياء اللي شي، مع ان ادري كلكم عندي جنطة شنو راح البس، تبوني البسها اللي هي جنطة الكولا، بس هذه احسها نار، احسها نار يعني. انا مجربهم من قبل، حلوين، loved it. الشغلة اللي بعدها، بما اني احب الكولا ليش اخليه، خذيت الكولا كاهي، شوفوها حلوة، ايش رايكم حسنا؟ انا عندي كفر كوكا كولا، حتى لما اصور وايد يكتبوا لي محمد عبالي قاعد تشرب كولا، طلع كفر التليفون. بس لا، to be honest with you guys، ان اكون صريح معاكم، وايد وايد حلوين. انا مجرب ملوت الايربودز اللي قبل، لكن اليدد البرو قلت لكم احتاج لهم. الحين انا حاط كفر اصفر، بس احتاج هذولا، حبيتها، وحتى كواليتيهم وايد حلو، ويبين هم زيادة لما نستعملها، لاني من عشاق اللون الاصفر. فما ابي اظل على الكفر اللي عندي الاصفر العادي، يوم شفت هذا قلت لا ضروري يكون عندي، خذيته على حبة M&M، عودة صفرة، حلو محسنة؟ إذا ليش ابتسمت يوم شفته؟ لأن عبالي سادة. لا كا شوفه حلو؟ حبة M&M عودة صفرة، واللي ما يعرفون M&M، أم يعني محمد مشيها يعني، بس ما أعتقد ما في أحد ما يعرف M&M. شو تحبون، M&M بالفول السوداني ولا M&M البني أنت؟ ما أحب الداخل شيء. والله أنا أحبهم ثيناتهم، تصدق؟ لذيذين، يعلق بسنان. شوف الامنم الاصفر، الكيس الاصفر هذا لازم، البني لا، لازم شي تمصه مص على اساس لما يذوب الكاكاو. في واحد داخل كاكاو من غير شيء، هذا البني يحلى. افضل انه يكون عندي الكفرات يا اللي يكون فيها منظره من ورا، او الكفرات اللي تكون عليها اشكال، بس ما ادري ليش قلت هذا مفيد حق بعض الطلعات. حبيت اللون الاحمر، ما كان فيه اصفر، يصير فيه نظام البوك، كواليتي جدا حلو، حبيت الكواليتي، مرتب يعني، مو اللي بطقه او شيء، الربر حلو مرتب، وايد حبيته. واللون وايد شيء احسه، وهني هم اقدر ابطل مثلا حط كرتي هني حق الكروت اللي تدفعون عن طريق ان بس حط التليفون شي ويندفع، نسيت شنو يسمونهم، يا بس حلو. لون ثاني
ما كان في اصفر، بس انا احب الالوان الفلاشي. هذا يكون نفسه بوك بس يكون اكبر. شوفوا حجم الكميه اللي فيه، السعه الداخليه حق البوك نفسه اكبر من اللي توه. اللي توه الكارد هولدر اللي موجود شويه، هذا احس وايدين، يعني اقدر مره واحده احط بطايقي وشغلي وفلوسي هني اساس هم شيء. بس خوفك ان شيء يصير او خوفك ان تليفون يضيع مع كل القش. اوه بس ما اعتقد الحين احد تليفونه يضيع، كلنا قمنا نحافظ على تليفوناتنا. امانه يا جماعه بصراحه قولوا لي، كتبوا لي بالكومنتس تحت خل اعرف ردودكم على هالشيء. تليفون اذا ضاع ننخبص بمكاننا، وينه وينه؟ ما تصير فيكم؟ احس الجميع كذي، مستحيل ان في احد اذا تليفونه ما ضاع ما يسوي كذي. يلا الحين نوصل حق هذا. بما ان انا كنت اكره الابل ووتش قبل، لكن صراحه اكتشفت وايد مميزات فيها قاعده تساعدني بالجيم، فقلت خلا اشتري لي السيوره ملوتها. عجبني هذا فايبر حق الساعه، شوفوا قمت البسها تحسب لي السعرات الحراريه وتحسب لي هالامور هذه، ارد مرات من التليفون عليها وايد حبيت. بس انا خذيت الجيل الرابع مع انه موجود الجيل الخامس، بس بيني وبينكم ما في فرقيه جديده، والسعر هذاك وايد كان غالي، فقلت ليش خل اخذ الرابعه. خذيت الرابعه وكا عندي كفر، عندي سوري الشريط اصفر وهذا الشريط الاسود، حبيته حلو نايس. طبعا ما توقعته بيكون كذي بس حلو نايس. تنحط الساعه داخل من غير ما ينحط، تنحط الاشرطه على الاجناب كاهي، حلوه احس شي حق الملابس السبور عرفتوا، حق الجيم حلوه والله. بس ما كان في اصفر. محسن وش رايك؟ شوفه تنحط القطعه داخل مات الساعه تقدر تشيلها، حبيته هذا يعتبر مفضل، لكن راح يبين معانا هني اذا اوكي او لا لما احط الساعه عليه. ودائما يا جماعه عرفوا ارقام ساعاتكم، في 44 وفي 34 كنا صح؟ يا لان مرات يعني قاعد اضطر اني لما اطلع البس ساعتين، تخيل واحده حق الكشخه والساعه الابل مخشوشه تحت الكم على اساس المشي وما غيره وشي، فقلت خل اخذ لي اشياء شوي تعتبر فانسي. هذا حبيته ينربط على الايد مرتين، محسن اشوفه يربط على الايد مرتين، لونه حتى حلو فخم لونه، هالالوان اللي انا اسميها الالوان الفخمه، كواليتيه حلو ما توقعت، مع اني انا اخاف اطلب من المواقع الصينيه الجلود، بس صراحه حلو حبيته مقارنه في سعره، راح يبين معاكم هني حبيت. صدق محسن هالقطعه هذه اللي ببطلها شريتها من محل عندنا بالكويت هني حق الهواتف، طلعت علي بكم؟ 7 دنانير حسب لي اياها من 4D، طلعت ارخص وكاهي نفسها نفسها. شوف الستيل اللي يركب على الساعه حبيت، بس عليه بقطعه نايلون تحمي لازم اشيلها. يا رب يا رب عاد الابل ان شاء الله لما ينزلون ساعات لقدام، احنا بين فتره وفتره اكيد نغير الاجهزه الذكيه اللي عندنا، بس اتمنى ان ما يغيرون احجام ال شو اسمه الاماكن السيوره ملوت الساعات، احس حزتها بعد تعال غير كل شيء. نفس السماعه اضطرينا ان اشتري يدد تخيلوا، فاتمنى ان ما يغيرون، مو راضي تبطل معي حيل حيل متيت. بس ان شاء الله لما هني يبين معاكم، واعتقد قاعد يبين، راح تكون واضحه واضحه جدا. للاسف ان هذا شريته نسيت انه واصلني، وانا اساسا كان يلابس واحد. محسن شوف صار عندي اثنين، يام صار عندي اثنين. فال الكواليتي نفسه نفس الكواليتي. شوف امانه كم راح اشيكك بالموقع 4D كم انت كم خذيته؟ 4 دنانير. 4 دنانير يمكن 4D دينار وشيء اعتقد، اعتقد 4D الارخص. نفسه نفسه نفسه، حطه بقوطية خلا بده اقول اعطني فلوسي. نفسه نفسه محسن نفسه اخوه، هو 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 حبيت. لا تصدق شوف في درجة اختلاف لون بسيط، تلاحظ؟ ما بين شيء بسيط افتح بشوي ايه
اللي عندك شوي ليموني. اي بس حلو. هذول اللي فعلا اعتقد وايد من اللي عندهم ساعات ابل شباب اكثر شيء راح يميلون حق هالديزاين هذا، راح يطلبون هذا السعر. ايش رايك فيه محسن؟ أوه. حلو صح؟ راح يستخف فيه ابراهيم. اي ابراهيم اذا شافه. شوفوا على الايد شلون صاير. طبعا راح البس لكم الساعه هني واوريكم شلون. وايد حبيت، صاير كنا سواره ومال الساعه بنفس الوقت، اقدر اكشخ بنفس الوقت وانا لابس الساعه مالتي. حبيت طبعا لاني انا اقرا مواصفات القطعه، فعشان كذي كنت متاكد انه بيوصل كواليتيه حلو. طلبت لون ثاني. محسن شوف اللون الثاني ايش رايك؟ هذا حلو صح؟ اللون حلو، يكون عندك على الاقل اسود، يكون عندك البني، حبيت loved it. وهم اللون الاخير من هذول القطع اللي هو اللون الابيض. محسن اشوفه ايش رايك؟ شوفه بالعكس، ما حبيته. لا بالعكس، ولما بعدين البسه شوف شلون، شوف حبيته. كواليتيهم حلو يا جماعه، وايد الكواليتي حلو، يعني مو الكواليتي الهاي اند لا، بس الكواليتي حلو، يعني مو اللي بطقه لا، شكله مشرف يعني حق اللبس، شكله مرتب. طبعا الفاتوره كالمعتاد لما يحطونها فور ديل يا احب هالموضوع هذا. مصدمين ان الطلبيه ما فيها ملابس؟ يا هالمره طلبت فيها اشياء حق الجادجتس اللي عندي. عموما يا جماعه اذا كان عندي كود خصم حق الفور ديل حتى لو ما كان تعاون افيدكم فيه، راح يكون تحت بالوصف. هذا انستغرامي وهذا سناب شاتي، تنوروني فيهم اي وقت. لا تنسون تدعمونا في سبسكرايب حق القناه، لايك حق هذا المقطع، وتفعلون الجرس اساس يوصل لكم كل محتوى جديد. واقدر اقول شكرا لصاحب هذا الكومنت او صاحبه هذا الكومنت على الراس من فوق على هالكلام الطيب. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. اليوم شوي لو انرجي، ما قاعد احر وكذي، لانه تلاحظون نفس اللبس اللي صورت فيه الوصله اللي انعرضت شنو راح البس، هذا الفيديو نفس اليوم صورته ولكن خاشه عندي على اساس اعرضه بالوقت المناسب. ان شاء الله تكتبوا لي بالكومنت الاشياء اللي تبون نصورها، بس ان شاء الله ما تطلبوا مني ان اقلد باقي اليوتيوبرز، لان انتم تعودتوا علينا بالقناه هنا يكون عندنا شيء شوي يكون غير عن الباقي. واقدر اقول لكم نشوفكم ان شاء الله على خير. كان معكم محمد دييغو، ماتش لاف اند ريسبكت. هذه بوسه لكم. باي 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 باي.